الآن الأفلام والبرامج الوثائقية فن كبير له عشاقه في كل مكان. هذا الفن يجتذب كل يوم عشرات الموهوبين في الكتابة والتصوير والإخراج. الكاتب ومخرج الأفلام الوثائقية محمود رشاد. لماذا هذا الاهتمام بشكل خاص بمصر القديمة؟ لكن الاهتمام بيهم لأن هم أصل حاجات كتير قوي في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة. عمل كبير وخطوة مهمة على طريق عودة الوعي بأعظم حضارات الدنيا، الحضارة المصرية. دور الستات في مصر القديمة كان دور مهم جدا وفعال جدا. كيف ترى نفسك ككاتب نص؟ كصانع أفلام أنا لسه مش متخيل فكرة إنه حد ممكن يبقى كاتب فكرة أو كاتب سكريبت وأنا أخش أخرجه فقط. عن أم الدنيا وصناعها، عن الأفلام والبرامج الوثائقية المصرية وتأثيرها في بناء وعي الأجيال والحفاظ على الهوية. حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس السابعة مساءً على قناة مصر الأولى.